عاصفه فلاحيه ديالهم. فاش نقول نغيروا ماشي هاد الشهرين الاخر جاو باش يديروا التقييم ديال الموقع داك الفلوس كيتبعوه اكيد متبعين في الجي بي اس ويتبعوا يجيو يشوفوا المشروع ديالهم. خرجنا معاه في السياره واحد شويه تيقول لنا وقف اش بغى يصور. بغى يصور شجره ديال زيتونه حداها شجره ديال ارغانه، يعني العمر ديال الارغانه كثار من ديال الزيتونه. الزيتونه غادا مرسي عضو الغرفه الفلاحيه قياده بربر. كما تبعتوا معنا في الدورة، فكانت دورة مهمة اللي تناولت واحد الموضوع ديال هو موضوع الساعة، وهو أزمة الماء اللي كتعيشو بلادنا ككل. ولكن الجهة ديالنا مراكش آسفي مضرة بشكل كبير، ولهذا كنشكروا رؤساء المصالح اللي قاموا بتنظيم الدورة هذه وشكرا. باستشارة مع السيد العامل والمصالح ديال العمالة وكذلك المصالح الخارجية، فدائما كنحاولوا نتبعوا فين كاين الخصص. لان الوكاله كتجي من اجل تنميه المناطق، فهي تنميه ديال المناطق تعنى بالشجره، ولكن خاص هذه المنطقه الا ما تنماتش الا ما كانش التنميه ديالها تحت هذيك الشجره ما غاديش تنمى. لان الا ما كانش الناس عنده الطريق عنده الماء عنده الضوء عنده التعليم عنده النقل المدرسي عنده لي زومبيرونس، فحتى الناس ما غاديش تبقى، في التالي ديك الشجره ما غاديش تبقى. اذا الانسان هو المحور الاول. إذا بالتالي التوجيه ديال المشاريع الشراكة اللي كتقوم به الوكالة فكان تقريبا واحد 90-80% مشات لهذا الشيء ديال اليوم، يعني اتفاقيات شراكة من أجل تزويد الماء. فبلا ما نوقف على أمثلة، كاين أمثلة كثيرة مؤخرا السيدي محمد مرزوق في الكريمات. إذا مجموعة ديال الجماعات، ومازال كنتلقاو الطلبات أنه غادي توجه غادي نحبسوا شي شوية داك الشيء ديال النقل المدرسي وديال سيارات الاسعاف. هو صحيح هو مهم، ولكن المساله ديال الاولويات فاش يكون الماء، الماء هو عصب الحياه، ما كاينش البر ما كاين حتى شي حاجه. فبالتالي ديك البركه كنحاولوا نوجهوها الان اشنو كيطلب طيله وعدنا المجال فين كاين الخصص. اذا هذه المشاريع ديالنا هي اللي كتعطاها الاولويه، وخاصنا كذلك نبداو ما نبقاوش غير في الربط الفردي في كذا. فحتى بالنسبه المشاريع حنا ماذا بينا جمعيات يقدموا طلبات فيما يخص المقدمه ديال مشروع التيزيس والمواكبه، وبالتالي حنا شاركنا مع مديريه ديال التعليم الاكاديمي للتعليم، كنتمنى اننا نتواصلوا معنا الزوار ونتواصلوا كذلك مع التعليم على اساس التوفيق. حنا مستعدين، عندنا القطور ديالنا، عندنا مستعدين اننا نديروا التيزيس في جميع المؤسسات التعليميه ودور الطالب. وواحد النقطه اخرى، ما عندناش هذه عندنا في سويرا في الفنادق السياحيه، دابا في اوروبا في مناطق اخرى اوبليغاتوار في الشركات الكبرى، اوبليغاتوار يكون عندهم واحد سميتو ديال تدوير المياه. هذا الماء هذا الريسيكلاج ديال الماء اوبليغاتوار. علاش؟ لانه كاين واحد الكميه كبيره ديال الماء كتستهلك ملي كتريسيكلاج، ما كتمشي كل ما هو يعني في الغاسل كل ما هو في السوق، بالتالي كنطلع واحد الكميه كبيره. وهذا المشروع ديال المياه تدوير المياه بشراكه مع جمعيه ديال المخترعين اللي كاينه في مراكش، استطاعوا انه يدخلوا حتى للمؤسسات العلميه اللي حاولوا انه منين شافوا هذا العام كاين اقتصاد كبير في الماء. وهذا الشيء اللي غادي نمشوا فيه في التحضير في الجمعيه ديالنا. شكرا لك. يهدي الأمير مولاي الحسن وأثبت اللهم النبات الحسن وشد أزره بشقيقه مولاي رشيد، واحفظه اللهم في كافة أسرته الملك الشريفة بما تحفظ بالذكر الحكيم، وتغمد اللهم برحمتك الواسعة فقيدي العروبة والإسلام جلالة الملك محمد الخامس والحسن الثاني. اللهم اقدس رحيما في أعلى عليين مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا، وأنتم جزاكم الله خيرا. بارك الله في خطواتكم، بارك الله في أعمالكم، وفقكم الله لكل خير، جزاكم الله عنا خير الجزاء. وأسأل الله تعالى أن يحفظكم من بين أيديكم ومن خلفكم وعن إيمانكم وعن شمائلكم، وأن يبارك في أعمالكم وفي صحتكم وفي أرزاقكم وفي أعمالكم وفي جميع حركاتكم وسكناتكم. اللهم اجعل بلدنا آمنا مطمئنا، سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم اسق عبادك وبهيمتك وانشر
رحمتك وأحي بلدك الميت. اللهم اصف عبادك وبهيمتك وانشر رحمتك وأحي بلدك الميت. اللهم اصف عبادك وبهيمتك وانشر رحمتك وأحي بلدك الميت. اللهم اسقنا الغيث ولا اجعلنا من القانطين. اللهم اسقنا الغيث ولا اجعلنا من القانطين. اللهم اسقنا الغيث ولا اجعلنا من القانطين. آمين. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.